ممكن حضرتك تعملي لنا فيديو تقولي لنا فيه أسماء أفلام أو مسلسلات بريطانية كويسة. Alright, let's do it. يا أهلا أصدقائي مجددا في القناة، إذا أنتوا جداد هون أنا تاز وأنا مدرسة لغة إنجليزية أونلاين and محاضرة جامعية بفلسطين. شو رح نحكي اليوم؟ رح نحكي عن الأفلام البريطانية اللي ممكن تفيدكم بالإنجليزي. طبعا قسمتهم لثلاث أقسام، للمبتدئين، للمتوسطين وللمتقدمين. وطبعا زي ما شايفين رح أحكي بالعربي علشان الكومنت كانت بالعربي. So let's do it. Dear people of the world, stranger danger. Keep your eyes down. There's some sort of bear. This statement. How does the saying go? Okay, يا أصدقائي. أول شيء رح أبلش مع المبتدئين. I, Willy Wonka, have decided to allow five children to visit my factory. Five golden tickets have been hidden underneath the wrapping paper of five ordinary Wonka bars. Wouldn't it be something, Charlie, to open a bar of candy and... أول فيلم هو Willy Wonka and the Chocolate Factory. عن شو بيحكي هذا الفيلم؟ بيحكي عن مصنع شوكولاتة وكيف صاحب المصنع قرر يعمل مسابقة لكل الأطفال لأنه بده يورث هذا المصنع لحدا فيهم. طبعاً قصة كتير حلوة وعملوا منه نسخة حديثة اللي هي I think 2024 أو 2023 مش متأكدة، بس النسخة القديمة كتير أحلى والحكي فيها كمان بسيط مش كتير معقد لأنه في أطفال بيحكوا في الفيلم، فلهيك رح يكون كتير مفيد لإلكم، رح تستمتعوا فيه لأنه حلو وكمان رح تتعلموا اللغة. Hello there. Mary. Is a young bear needs our help, Henry? It's just for one night. Do bears even have names? My name is... Or perhaps you'd like an English name? An English name? Film number two. Paddington. طبعاً Paddington من الأفلام اللي كتير مفضلة لإلي لأنه بيذكرني في بريطانيا في محطة Paddington اللي في لندن. عن شو بيحكي الفيلم؟ بيحكي عن عائلة بتلاقي دب مشرد وهم بضموا هذا الدب لعائلتهم وبتصير كتير في أحداث في الفيلم مشوقة، في منه جزء أول وفي منه جزء تاني. طبعاً كمان ليش هو مناسب للمبتدئين واللغة تبعته بسيطة وسهلة لأنه هو التارجت تبعه للأطفال. أوكي، بعرف ممكن منكم يحكي إنه أنا ما بحب هاي الأفلام أنا بمل منها، بس هو صراحة أسهل إشي للمبتدئين هو إنه يحضروا أفلام يكون الأودينس تبعها الجمهور تبعها هو الأطفال لأنهم بحاولوا إنهم يبسطوا اللغة. طبعاً ضلوا لنهاية هذا الفيديو لأني رح أشارككم بعض النصائح كيف أنتوا تستفيدوا من حضور الأفلام وما تشعروا في الملل. أوكي، وصلنا لستيج 2، المرحلة الثانية واللي هي ما قبل المتوسطين والمتوسطين. في عندي اقتراح واحد لإلكم. Time has come. اللي هو The Nut Cracker. أوكي، بالعربي هو كسارة البندق. هي أصلاً قصة كلاسيكية وكتير قديمة وترجمت لعدة لغات، عملوا منها فيلم حديث. هذا الفيلم بيحكي عن كلارا اللي هي المين كاركتر وكيف إنها اكتشفت في عالم آخر غير العالم اللي هم ساكنين فيه وكيف هي البرنسس تبعت هذا العالم، يعني أميرة هذا العالم. طبعاً القصة كتير حلوة وإذا أنتوا بتحبوا الأفلام الخيالية رح كتير يعجبكم الفيلم. الأكسنت فيه كمان مش كتير غامضة، يعني مش كتير بيحكوا بسرعة وبياكلوا الأحرف، لا بيحكوا بالأكسنت اللي هي بنحكي لها RP اللي هي Received Pronunciation واللي هي أصلاً اللي بيستعملوها خلينا نحكي في الإنجليزي الأكاديمي. فرح كتير تنبسطوا مع هذا الفيلم وكمان رح تستمتعوا فيه ورح تلاحظوا انه اللغة مش كتير صعبة. طبعا انا اقترحته للمتوسطين لانه
مش كتير هو تارجت اودينس للأطفال أو الجمهور الأطفال، هو ممكن يكون الأطفال وعائلتهم، فلهيك اللغة رح تكون متنوعة. أي وهلأ نمبر 3 واللي هم المتقدمين. طبعا المتوسطين فيهم إنهم كمان يحضروا هاي الأفلام، لأنه أنا بحس صراحة مرحلة المتوسط ومرحلة المتقدم مش كتير بعيدة عن بعض، يعني في فرق كتير بسيط، لهيك المتوسطين فيكم كمان تحضروا هاي الأفلام. أوكي، عندي 3 أفلام لإلكم. If I go to university, I'm going to read what I want and wear black. Worried about your cello? Jump in! What's this? Jenny's been sent some flowers from a chap. الفيلم الأول هو An Education. هو فيلم شوي قديم، مش كتير جديد، من 2009، بس قصته كتير حلوة عن بنت مراهقة بتكون عايشة مع عائلة كتير محافظة، وعائلة يعني كتير بتهتم انه لازم الواحد يكون ممتاز بكل اشي، في دراسته في حياته، بس للأسف بتوقع بغرام واحد كتير اكبر منها، and بتبلش احداث الفيلم. طبعا الاكسنت المستعملة هي بريطانية، فيكم تحضروا، فيكم تستمتعوا بشو بصير شو القصة. طبعا أنا عم بحاول إنه ما أحرق أحداث أي فيلم علشان أنتوا تستمتعوا فيه. وطبعا هو للمتقدمين لأنه اللغة المستعملة متقدمة شوي، مش كتير مبسطة. But a new day brings new opportunities. And I was ready to make a statement. The same girl. Number 2, one of my absolute favorites. واحد من الأفلام اللي كتير بحبها واللي هو كرويلا. أوكي، كرويلا برضو من قصة قديمة مش جديدة أبدا، بس عملوها فيلم حديثا. بيحكي عن كاركتر بتحاول إنها تنتقم من كاركتر كتير مشهورة لأنها قتلت امها. اوكي، طبعا هاي الكاركتر بتكون كتير غريبة، كتير غريبة الاطوار، ما بتحب الاشياء اللي كتير عادية، اوكي، بس بتحب الاشياء اللي كتير غريبة، وهي لهيك اسمها كرويلا، لانه راح تلاحظوا ان هي الها شخصيتين. فالفيلم كتير حلو، ممكن انتو حاضرينه، بس ارجعوا احضروا وركزوا فيه، وركزوا في الكلمات. الكلمات اللي بيستعملوها مش بسيطة، بس كتير ممتازة للمتقدمين. You know nothing of our story. This is the end of your story. Last movie, وآخر فيلم، وهو هذا فيلم كتير حديث، يعني 2024، اسمه دامزل. برضه قصته كتير حلوة، كتير خرافية. طبعا مش رح ينفع احكي لكم شو القصة بالضبط، لانه رح احرق شوي احداث عليكم، بس المين ثينج، خلينا نحكي الاشي اللي كتير اساسي، اللي هو انه كيف دامزل تحاول تتزوج في الفيلم علشان تنعش الشعب تبعها. هذا هو الإشي الوحيد اللي راح أحكيه، لأنه إذا حكيت أي إشي تاني راح أخرب عليكم الفيلم. بس الفيلم كتير حلو، هو برضو فيلم خيالي، فيعني راح تكونوا من محبين الأفلام الخيالية علشان يعجبكم. بس برضو كتير حلو، لأنه برضو الكاركتر من الكاركتر اللي هي خلينا نحكي ما بيحبوا الأشياء الطبيعية. طبعا أنا معظم اقتراحاتي بتكون لكاركترز ما بيحبوا الأشياء الطبيعية، لأن أنا بحب أشياء الغريبة. بس برضو الأكسنت المستعملة فيه بريطانية، وبرضه راح تتعلموا كتير كلمات منه، وبرضه راح تستمتعوا. أوكي، طيب هلأ اجينا للبارت الأخير واللي هو نصائح، كيف أنتوا تستفيدوا أنتوا عم تحضروا هذا الفيلم. هلأ أنا دايما عندي نصيحتين عند حضور الأفلام. أول إشي هو أنه اعملوا اللي بنحكي له passive listening، واعملوا active listening. الباسيف ليسنينج هو انه احنا نستمع، بس مش ضروري ان نكون عم نتعلمه، احنا بنستمع بس بنستمع وبنستمتع. لما تعملوا مرحله الباسيف ليسنينج، حطوا السبتايتلز عربي عادي، خلوا الترجمه العربي، ما تحطوا الترجمه الانجليزي، وما تقعدوا كتير تكتبوا انتوا بتسمعوا، لا عادي احضروا واستمتعوا عشان انتوا ما تملوا.
الاكتف listening اللي هو بتسمعوا وانتوا مركزين وبهدف التعلم، سو بتكونوا انتوا بدكم تتعلموا وبدكم تستمتعوا بنفس الوقت. هلا الاكتف listening لانه شوي اصعب من الباسيف listening بدنا نقسم الفيلم، ما بدنا نحضره كله اكتف ساعة ونص واحنا بس اكتف listeners واحنا بنكتب كلمات واحنا بنتعلم، لانكم راح تزهقوا. قسموا الفيلم، قسموا لعشر دقائق، 15 دقيقة، 20 دقيقة، قد ما معكم وقت، وحاولوا في هذا الجزء اللي انتو تسمعوا مرة بالإنجليش، يعني تسمعوه هو في English subtitles، مرة بالسبتايتلز العربي ومرة بدون، او العكس، يعني انتو نوعوا انه كل مرة شو تحطوا السبتايتل. بس اهم اشي انه ما تطولوا الاشي عليكم، لانه اذا طولتوا رح تشعروا في الملل ورح تتركوا ورح تبطلوا بدكم تحضروا افلام. فلهيك نوعوا بين active listening و passive listening، وصدقوني رح تضلكم تحبوا انكم تحضروا افلام ورح تضلوا تستمتعوا. Alright you guys، وهذا كل اشي لفيديو اليوم. اذا بتحبوا تحضروا الفيديو اللي عملته للمتقدمين عن الشادوينج فيكم تشوفوا somewhere هون فوق، او الفيديو اللي عملته عشان المبتدئين بالخطة وكيف تتعلموا انجليزي لحالكم برضو رح تشوفوا اشي هون. وإذا بدكم أعمل أي فيديو عن أي موضوع تاني احكوا لي في التعليقات and I will do it for you. Alright, have a wonderful day. See you in another video.